بين جدران متشققة وأسقف هشة تقتل عائلتين بمساكن مشيدة بالبناء الجاهز ببلدية المامونية في ولاية معسكر تعاني مختلف الأمراض الصدرية. ساكنين هذه السكنات الكونتوبراكي اي بالكونتوب ما كاينش تحيط كيما العباد، والامطار تتساقط وكاننا في الشارع. والله العظيم ما نقدروا نرقدوا في الليل بهذه الروائح الكريهه اللي تنبعث، لاني ارمله لدي 3 اولاد وولدي راه متزوج وساكن معايا بولاده. والله رانا نعانوا بامراض مزمنه، انا عن نفسي واتحمله يوم القيامه، راني نعاني من امراض الحساسيه، الماده المسرطنه اللي مصنوعه منها الجدران. راعوا ظروف صحية احنا والجارة تاعنا اللي رانا ساكنين في الهش. ياكنا انهم في السكنات الجاهزة، سكنات لاميونت، بلدية مامونية ولاية معسكر. رانا نعانوا، مرضنا في دو لاميونت، الحيطان رشاو غادي يطيحوا علينا، تشققات الجدران، وما راهي في ان كا غراف تريسبيري بلا باغين تاع الاكسجين في الليل وفي النهار. وانا فاني راني نعاني، اني مريضه ديجا، درت اوبيراسيون تاع مرض كونسير، ديجا توفت جارتنا راهي في شهرين ماده بسبب ماده لاميونت كونسير ديسون. وعندنا فاني واحد راهي يدير لا شوميغ تيرابي فانيك، جارنا الله يشافيه. رانا في هذه السكنات راهم من 38 سنه ملي تبناو تبيريمو، انتهت مدة الصلاحية تاعهم، وجاو اللجنة عاينت وعاينت ووعود ووعود ووعود. الكوت بلاكي هذو هما الجدران، ها تمنى بلعنا هذه باش ما يخرجوناش القوارض. دايرين هذوك ليزان باش ما يهودش علينا.